وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. أهلا. محضر الفيدرالي يحاول الجميع يعني طبعا فهم الإشارات، ولكن هذا المحضر تم قبل بعض الأمور أو بعض التطورات المهمة، منها التصعيد الذي رأيناه بين الصين والولايات المتحدة، ومنها الأرقام أيضا الاقتصادية، التوظيف الذي جاء أدنى من المتوقع، والآن أرقام التضخم التي تشير إلى بعض التباين. هل ستتغير اللهجة في الاجتماع شهر الماضي المقبل عفوا في مايو؟ حقيقة يعني نحن الفيدرال الأمريكي كان قد أقر بأنه سوف يعني ينتقل من مرحلة الخطوات المخططة مسبقا والنظرة المستقبلية إلى مرحلة تتبع البيانات الاقتصادية وتغيير السياسة النقدية بما يتواءم أو يتلائم مع البيانات الاقتصادية حسب صدورها. طبعا وفق محضره الأخير كان يظهر إمكانية الرفع بثلاث مرات والالتزام بهذا الرفع بأنه كافي بناء على البيانات الاقتصادية التي كانت قد صدرت تماما من عن الاقتصاد الأمريكي، وتوقعوا بأن التضخم يكون نوعا ما تحت يعني قراءته المرتفعة كانت مؤقتة وأنه سوف يعود مجددا إلى القراءات المستقرة أو تحت السيطرة، لكن مع صدور مجموعة بيانات مع الآثار السلبية التي تركتها تبعات يعني التنازع التجاري والحرب التجارية اللي نحن شاهدناها ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي بأحدى حالاتها لا تزال تظهر أن هناك المزيد قادم إلى الفترة القادمة، يعني لم يتم توضيح طبيعة العلاقة التجارية حتى الآن. هذا يلقي ضغط إضافي على الاقتصاد الأمريكي، وآخر قراءة للتوظيف التي كانت نوعا ما أيضا بفحواها سلبية نوعا ما، وهو كان قد أكد الفيدرال الأمريكي ومحضر الاجتماع الفيدرال الأمريكي على تحسن سوق العمل والنظرة الإيجابية للفترة القادمة، أظهرت بعض علامات الاستفهام سواء على ارتفاع معدلات البطالة أو البيانات السلبية. كان بداية العام موضوع شبه حتمي أن يقوم الفيدرالي بجون برفع الفائدة، هل هذا الموضوع يتغير الآن بالنسبة لتوقعات السوق؟ لا تزال السوق يعني انه تؤكد انه ممكن ان يكون هناك رفع اضافي او هناك ضروره لوجود رفع اضافي، لكن مع هذه الضبابيه وعدم الوضوح اصبح لدى يعني الفيدرال الامريكي نوعا ما حجج اضافيه للابقاء على السياسه النقديه كما هي دون تغيير. الدولار المنخفض مفيد للاقتصاد الامريكي خصوصا في ظل وجود مخاوف حرب تجاريه وفي ظل وجود يعني تقلب في البيانات الاقتصاديه ليست دائما من بوتيرة جيدة. ربما ضعف الدولار يساعد هذا التفاؤل من الفيدرالي، يعني يوم أمس صحيح أنه سجل ارتفاعات ولكن لم يحافظ عليها أبدا، هل ستستمر العملة بتسجيل التراجع وبالتالي سيستفيد منها يعني الاقتصاد يعني بشكل أو بآخر؟ نوعا ما أصبح هناك نوع من الـ يعني الوضوح بأن هناك المستويات المحددة أو المناسبة للدولار الأمريكي خلال كل مرحلة، كان هناك قوة بالغة في مرحلة معينة ومن ثم عاد إلى التراجع. إذا بنطلع على الإطار الزمني الكبير نلاحظ الدولار الأمريكي دائما باتجاه مزيد من الانخفاض ومزيد من التراجع، يعني خصوصا من وقت إيجابية بنشوفه عم يرتفع بشكل قليل ومن ثم يتخلى عن المكاسب، في أخبار سلبية عم ينهار تماما، لأن الدولار الأمريكي مناسب أكثر للاستراتيجية المالية التي يتم اتباعها بالسياسة المالية، وأيضا تواكبها يعني الأطر الرئيسية التي تم وضعها من السياسة النقدية ونظرة الفيدرال الأمريكي المتفائلة للفترة القادمة، ولكن الإبقاء على عدد مرات رفع أقل لأسعار الفائدة مما تستوعبه أو تخمنه الأسواق. ضعف الدولار الأمريكي يبدو بشكل غير مباشر أنه هدف لدى كلا السياستين المالية والنقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه مفيد حقيقة للاقتصاد. هل ترون أن الكاسب هنا هو اليورو وبالتالي الفرص فيه اليوم؟ تماما، يعني اليورو يستفيد على أكثر من جبهة، ضعف الدولار الأمريكي، وفي نفس الوقت عندنا البيانات الاقتصادية التي بدأت تظهر الانتقال من السياسة التيسيرية التحفيزية إلى السياسة التشددية، التخلص من برنامج التيسير النقدي، وضع أفق لموضوع رفع أسعار الفائدة يعني ترك هذه المرحلة
المرحلة التي كانت تتميز بتسهيل وتسهيل شديد للسياسة النقدية، تصريحات أيضا أصبحت أكثر تشددية من قبل أعضاء المركز الأوروبي. سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا. Thank you.